يقول: سمعت أن الإمام في الصلاة لا يرد إلا إذا توقف أو أخطأ في تشكيل يخل بالمعنى، فما هو الصحيح؟ لا يرد على الإمام إلا إذا انغلقت عليه القراءة، إذا انغلقت عليه القراءة فلم يدري الآية التي بعد الآية التي قرأها، فيفتح عليه في ذلك، يذكر بالآية التي انغلقت عليه. نعم.